السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مختبري. عينة النهاردة زي ما انتم شايفين كده عينة يورين، فيها طفيل شكله مميز جدا وحركته مميزة، وهو تريكومونس فاجينال. التريكومونس فاجينال زي ما احنا عارفين هي من الطفيليات الأولية، بتعيش في المهبل عند الأنثى وفي قناة مجرى البول وعند الرجال في البروستاتا، علشان كده هو من أنواع الطفيليات اللي بتميز عينات البول للنساء. عند الرجال صعب جدا ان احنا نكتشفه في البول. شكله مميز جدا، بيضاوي اكبر من كرات الدم البيضة او البس سيلز، وله اصوات وحركته زي ما احنا شايفين، حركته مميزة جدا، شكل الحركة بتاعته مميز ليه جدا، وكمان في لمعة او لونه بيبقى لون اصفر ومخضر، حاجة بسيطة جدا. اعراض الاصابة بالترايكوموناس هي افرازات مهبلية تميل للون الاخضر، وممكن يصاحبها كمان بعض الدم زي ما احنا شايفين، كمان عينة بيكون فيها RBCs الى حد ما. كمان بيصاحبه الم اسفل البطن، رائحة كريهة، حرقان والام اثناء التبول. التراكومونس فاجينالس من الطفيليات الخطر الإصابة بيها أثناء فترة الحمل، خطر كبير جدا لو ما تعالجتش بشكل صحيح، لأن هي ممكن تسبب ولادة مبكرة، انخفاض في وزن الطفل، كمان ممكن يرتفع خطر انتقال العدوى للجنين أثناء الولادة من الأم.